مرحبا بالحضور الكريم في هذه الأمسية التي نفتتح بها الدورة 16 للمهرجان الدولي لأطفال السلام الذي تنظمه جمعية أبي رقراط تحت رئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم. أيها الحضور الكريم، في البداية نستمع إلى كلمة السيد نور الدين شماعو رئيس جمعية أبي رقراط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السيدات والسادة من السلطات المحلية وهيئات المنتخبة، ممثلو رئيس برلمان الكويت الكوت ديفوار، النائب الأول لرئيس دوميا يايا، النائب الرابع لرئيس إدوار أندري، النائبة السادسة للرئيس مدام كوليبالي كون، أصحاب السعادة السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، السيد المدير العام لمنظمة إيسيسكو، الحضور الكريم من مختلف المسؤوليات والمهام، العزيزات والأعزاء جمهور سنة الدوار لكل ما هو راق وماكر. تزامنا مع تخليد مغربنا الحبيب الذكرى الفردية لاحتلال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة، بتحفيز معنوي رمزي يتمثل في الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا مريم، يواصل المهرجان الدولي لأطفال السلام مسيرته الناجحة، حيث نلتقي اللحظة معلنين انطلاق دورة 16، كما أن هذه الدورة تأتي لتتوج ربع قرن من عمر هذا المهرجان الذي تأسس سنة 1999، وهو الآن قد أصبح منارة للأمل والوئام. ويسعدنا أن نستضيف مجموعة من 25 دولة يتحدثوا لغة السلام العالمية متجاوزين الحدود والجنسيات والانتماءات واللغات، مع ترحيبنا الخاص لضيف الشرف هذه الدورة دولة الكوت ديفوار. هدفنا في هذه الدورة تسليط الضوء بشكل أكبر على تراثنا الثقافي الغني وتعريف الأطفال من الوفود المشاركة الأجنبية به من خلال العروض الموسيقية الكوريغرافية التي تعكس تراث وتنوع تراثنا المغربي الأصيل. كما تتميز الدورة بتمكين المشاركين من الاطلاع على الجهود الكبيرة لتهيئة وترميم المدينة التاريخية لسلا العريقة لتاريخها العميق، حيث شهدت تطويرا واسعا في إطار المشروع الملكي للحفاظ على قيمتها الثقافية والتاريخية الفريدة. حضرات السيدات والسادة، كما هو الحال في السنوات السابقة، ستشهد الدورة هذا العام إلقاء نداء السلام من قلب البرلمان المغربي بلغات متعددة. هذه البادرة رمزية تؤكد التزام المهرجان الراسخ بنشر ثقافة السلام والتعايش والتسامح ونبض العنف. من المبادرات البارزة في ذكرى المهرجان الفضية تنظيم المؤتمر الأول لسفراء المهرجان للسلام، حيث سيتم تعيين واعتماد الأطفال الذين سيكرسون أنفسهم لنشر ثقافة السلام والتعايش والعيش في أمن وأمان وتآخي، ليكونوا ممثلين لروح المهرجان على الصعيد الدولي وتعزيز هذه القيم. وفي نفوس أجيال الغد، وذلك بحضور هام وإسهام فعال لنخبة من الأطفال الفلسطينيين. كما يسعدنا أن نعلن أن المهرجان يواكب المستجدات وخاصة فورة الذكاء الاصطناعي
عبر توفير تطبيق إلكتروني مغربي بنسبة 100% لجميع المشاركين. هذه الأداة المبتكرة ستظل في خدمة الأطفال ومؤطريهم طيلة أيام الدورة، وستجيب على أسئلتهم وتعرفهم بحضارة المملكة المغربية وتراثها المادي واللامادي بعدة لغات وبما في ذلك اللغة المغربية الأصيلة. مرة أخرى أعيب عن خاصة امتناني لكم جميعا على تشريفنا بحضوركم، وإن دعمكم ومشاركتكم لهذا الأثر الطيب في نجاح هذا المؤتمر المهرجان ما أتقدم وبخالص الشكر والامتنان للسيد عامي أمل سلا والسلطات المحلية ورجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية، وإلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في التنظيم والترتيب لهذه الدورة، وفي المقدمة الجهات الشركة والمتعاونين. وباسمكم أحيي إدارة المهرجان وفي مقدمتها الأخ الأستاذ الرحمن الدويجل مدير وصانع هذا الحدث الفني الدولي. أتمنى لكم جميعا لحظات جميلة وذكريات لا تنسى مع أنشطة الدورة 16 لمهرجان السلام الدولي للأطفال، وعلى بركة الله نعلن افتتاح الدورة 16. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.